تعالى عشان حفظت بطاقاته عامله ازاي. قدرت اخلص الجيم و this says never give up. غلطت في وسط الجيم بس رجعت صلحت، حفظت طريقه الدفاع بتاعته عامله ازاي، فقدرت اخلص الجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد من قناة نيفر جيف اب كراش رويال. النهارده معانا فيديو جديد ساحة 10 الجزء الثاني. عايزين نوع على حاجة ان احنا هنجيب الملخص بتاع اللي احنا اتعلمناه الساحة اللي فاتت كلها في الفيديو، فخليك تتابع معانا لحد اخر الفيديو. اهم حاجة دلوقتي عايز اقولها، مبروك علينا يا عائلة نيفر جيف اب، وصلنا للمشترك ده كان الهدف الاولاني بالنسبة لي. صوت أول نظر وصلت له ليكم ودعوكم ليا. طبعا مستقدر طبعا محتوى القناة هنفضل مستمر، هندور كل بتاع الفيديو، كل التصوير، الصوت، نصائح كلية، تاج على دماغي من فوق، خلونا ما نتكلمش كتير ويلا بينا. نمسك الموبايل الجميل. الخطة اللي احنا بنلعب، بص يا جماعة، انا قلت انا هقول الكلام ده كله في اخر الفيديو، بس خلينا ناخد حتة صغيرة اول الفيديو. بص، انت من ساحة واحد لحد ساحة 10 كل المطلوب منك انت بترفع مستوياتك، الكوت اللي بتتفتح لك كلها لحد ليفل 11. تمام، يعني لحد ساحة 11 احنا المطلوب مننا ان احنا نفتح مستويات الكروت كلها لحد ليفل 11. هنرفع مستويات الكروت كلها ازاي يا عم محمد لحد ليفل 11 يا ابو حميد؟ ده اللي هقوله لك في اخر فيديو، تابع معانا لحد اخر فيديو. بص لايك سبسكرايب يعني زي ما قلت ده تظبط. ليتس جو. الخطه اللي هنلعب بيها خطه الفيديو، تمام، دي الكود اللي اتضافت مع الاكونت دوت. اعتمدت انا فيها شويه على الكود الاساسيه اللي هي من بدايه اللعبه خالص، الفالكري، الماركيز اللي هو الفارسه، البيبي دراجون، طبعا اللوك بيد. هنا بدانا نضيف بقى ايه، الرويال جاين. الخطه بتاعتك لازم تكون خطه متوازنه، فيها دفاع جوي، دفاع عرضي، وتعويذه، وحاجه للتخليص اللي هي حاجه تمسك البرج تخلص عليه. اتكلمنا كتير قوي المقدمه ديت، خلينا نبدا اول جيم ونشوف التخليص ده هيجي ازاي. والناس بتشتكي من البيكا ومن الميجا لايت، هنقف نشوف القصه ديت ازاي. خلينا ناخد قهوه كده بقى. ابشر، خلينا نبعت الصعوبة، ناخد ضهر على البورد، فالكري من قدام، فالكريز مستوى الكون طبعا مش فاهم معايا كتير. ندعم بيبي دراجون، ندافع بالجيش الهياكل معانا تن واحد كده. احنا عرفنا الراجل بيعتمد اكتر على الجلوبال، ومعاه مبنى اللي هو كوخ الغلاف. سيبهم ياخدوا الضهر دوت، مش مشكلة، عشان بس برتب افكاري معاكم. وهنعمل ايه في المبنى دوت؟ تمام، هبني مبنى دفاعي من ورا الاول. هو لسه ما شافش مني الحاجات بتاعتي عاملة ازاي. تمام، خلينا نتست عليه كده. لما الاسهم مع على طول البابيل للبيت مع صاعد، حاجه جميله جدا جدا جدا. خلينا نلعب الفالكري ورا خالص. الرويال جاينت مش هنلعبه غير في اخر دقيقه لما الاكسير يبقى في اثنين. ندعم بيبي دراجون وخلاص، وهنيجي كمان المركز من ورا شويه. تمام، هنلعب الاسهم بتاعتنا كمان، وهو لعب الاسهم صرف الاسهم، هنلعب اللوك بيت على طول. خدنا ضهر كويس لحد دلوقتي، احنا متفوقين في الجيم. والفالكري اكسير في اتنين. هنبدا نحضر لل تمام.
اوكي هنلعب بيبي دراجون وهنلعب نلعب بلوك من هنا هو ونلعب اللوك بين حجم كومباكت مرة واحدة تمام. نبدأ نلعب الأسهم بتاعتنا من هنا هو على 100 خسرنا البورك نبدأ هنبدأ ندافع لسه والمبنى الدفاعي والبيبي دراجون انسى يا عمرو حلو اللي هو عمله دوت بس خلاص تمام 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 اوكي الدرس الاول هديكه في كل جيم بس الدرس الاولاني احفظ بتاعات الخصم بتاعك الدرس التاني هيبقى الفيديو الجاي الدرس التاني قسم الجيم بتاعك الدرس التالت هنش نكسب في اتنين في المولة الحاسمة طول ما انت كسبان بيزنس كتير على الخصم طول ما انت in the game never give up الناس اللي متابعاني اظن حافظ الكلام ده كويس مش مهم انت بتلعب ايه مهم انت بتلعب ايه ازاي برافو عليك خلينا ما نتكلمش كتير ونتكلم جوه الجيم الو جوست فور تيست ساحر ومكس لا في موظف يا صديقي شاوي بس كفاية بيبي تراك Don't touch my tower, please. Okay. خلينا نبدأ نعدي. Mr. Xier. طيب. لا نقول يمين وشمال والدنيا جميلة. نلعب المدفع من هنا عشان خاطر ناخد البالون مش السكيرتون. عشان البالون ما بالون وتجميد. بالون وتجميد يا صديقي واحد اثنين ثلاثة أربعة أوكي خلينا ناخد دورنا في الهجوم طالما هو صايف كسير كتير حط له بقى المفاجأة الجميلة دي دعمه إن هو بيبي دراجون بس ما ياخدش فرصته في إن هو يروح على البورد تمام على الفالكري هيتلاعب من هنا دلوقتي يعني ما تبصش على البرج يا صديقي بين الغيلان الاثنين يمسكوا الفالكري وبين الغيلان يقوم بالشو حلو 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 كله حلو بيبي التجميل يا صديقي شبيه بس انا تمام هو معاه الميني بيكا للصد احنا ممكن نغير الاستراتيجي ونلعب عند 9 3 في 6 بحيث ان هو ما يلعبش الميني بيكا بص 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 الميني بيكا بص الميني بيكا اتزنق فين وبص الراجل بتاعي بيعمل ايه بص 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 فالكاري خد البوم خد البوم الشرير ناخد احنا كمان البرج بتاعنا اكيد يعني مش هنسيبه كده بيبي دراجون ليتس دانس هنلعب لا يسمى كده هو هيلعب تجميل لعبنا غلط ايه اتعورنا واتعورنا ولعبنا غلط بص بقى يا صديقي لك ان تصد هذه الهجمه تعالى عشان حفظت بطاقاته عامله ازاي قدرت اخلص الجيم وزيت سيز نيفر جيف اب
غلطت في وسط الجيم بس رجعت صلحت، حفظت طريقه الدفاع بتاعته عامله ازاي، قدرت اخلص الجيم. جيم حلو، ريسبكت اللي المستويات بدات تطلع، بس احنا نيفر جيف اب ذا واي. اوكي خلينا من كاتش كيو والجيم اللي بعده. احفظ بطاقات خصمك، اعرف هو بيدافع ازاي، التكنيكال اللعب بتاعه عامل ازاي، نقطه ضعفه فين، وابدا اضغط عليه. فانتست، انا مش من هواة ان الناس تلعب في الاول او في الاخر والكلام ده كله، بس لازم يبقى فيه تيستنج كده خفيف. بعد كده هو انت كسيها كيبل، هو معاه فالكري، انا معايا بيبي دراجون، دنيتنا ماشية مع بعض. Don't touch my tower please. سو الجيم ده محسوم الى حد كبير في حاجه واحده بس، كل البطولات اللي هو لعبها لحد دلوقتي مستوى 7. خلينا نلعب فالكاري من ورا، ما نستعجلش برضه عليه، وهنلعب اوكي مش محتاجه تقريبا قوي، بس هنلعب برضه كده، هنلعب الهجمه مش هنلعبه هو. انا مش بلعب الفالكاري، انا بلعب الهجمه نفسها. تمام 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 انا مستني كتير، ممكن نلعب دلوقتي كده، وممكن ناخد كمان كده هو ونلعب الاسهم من هنا. عالمية برودكشن، عالمي 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 يا نيفر، عالمي يا نيفر، عالمي برودكشن عالمي. خلصت كل الكلام باللعبة دي. بيلعب سايكل حلو قوي، دينين صغير، خبورك خضر كويس عبور، بس الاسهم هتبقى كلمه السر في الجيم دوت، ان هو بيلعب سايكل حلو قوي. هنحافظ عليها على قد ما نقدر، واول ما نخلص من الفارستين، لان هو دي الحاجه الوحيده اللي بيدافع بيها جوي، نبدا نلعب البيبي دوت. هلعب من هنا مبنى دفاعي عشان ما ياخدش ضرر اكتر من كده. تمام، خلصنا من الفارستين، هنبدا نلعب البيبي دراجون من هنا هو عشان اخرها كتير، وهلعب معاها الباكيز من هنا. الاسهم هتبقى عالم، هلعب الغلام من هنا هو. واو، وهلعب الاسهم دي كده، اخلص من دول بالفالكري من ورا، وهياكل العظام من هنا هو. واو، هلعب الرويال العملاق البيبي دراجون، اسمه في ايدينا عشان نخلص. ريدكشن عالمي يا نيفر، عالمي 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 يا نيفر. بميل الغلام من هنا، سلم على الشهداء اللي معاك، هاكل العظميه من ورا عشان لو حد يملي المربين بتاعه. اخر 10 ثواني، مبنى دفاعي، بيبي دراجون، راجل جيف اب، واي ام نيفر جيف اب. اسحب الكلام. هنجيب الملخص في اخر الفيديو. احنا كده قدامنا هنخش على طول، مش هاخد الجواز ولا اي حاجه عشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم. بنتكلم جوه الجيم عشان ده هيبقى اخر جيم في الجزء الثاني ساحه 10، وبعد الجيم دوت هنقول الملخص. شكلها 2.6، ولو 2.6 والراجل ده مستوى 11 هيتعبنا. 2.6 كده احنا اتاكدنا من المعلومه خلاص. هلعب الفريسة من ورا بيت. لا 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 لا، ما بيلعبهاش 2.6، بيلعب مين كنترول، بيلعب مين كنترول يا صديقي. تمام، طبعا 10 مين كنترول. اوكي هلعب ده من هنا، وهلعب الرويال جاينت من هنا، وهدافع كده. خد ضرر احسن مني بكتير اوي. واحد اتنين، حلو حلو مش وحش. سكيلتون تاخد الضرر، الله عليكو الله عليكو الله عليكو. كان البوركي لسكيلتون، كانت البوركي لسكيلتون. يا سلام، يا الله يا الله. حافظ على مبنى الدفاع عشان خاطر اهو، ننزل بالفالكري هنا اهو دلوقتي لو ايدك عشان خاطر البوركي يمسك. وبعد كده ليفل 10 تخلص،
خلاص احنا حفظنا نقاط الخصم، هنلعب بيبي دراجون، مفيش داعي ان احنا نسرع اللعب، نركز من هنا وهنلعب بأمير الغيلان. خدنا البورد ايزي جيم، كل اللي عاملين ان احنا ندافع هو هيبدا يهاجم دلوقتي، بس احنا هنعمل ايه؟ هنرمي المبنى الدفاعي من هنا دلوقتي عشان اقدر اهاجم، والعملاق سكيلتون من هنا، الرويال جاينت، واحد اثنين ثلاثة أربعة، الله عليك ما نضربش الرابعة مش مشكلة، هلعب بيبي دراجون من فوق، وهبدأ ألعب جيش الهياكل من ورا خالص. تمام 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 تمام، هبدأ ألعب بميل الغنم من هنا، مبنى دفاعي أمن دفاعاتك، هبدأ أضغطه تاني بفويا جاينت، بس بعد ما ألعب المركز من ورا، فالكري بيبي دراجون، هبدأ ألعب جيش الهياكل، وهلعب بأمير الغيلان من ورا، الراجل يائس عامل واحدة جيف اب، this is the game. بيتهيألي لو وصلت في الفيديو لحد هنا لازم تعمل زي الراجل اللي تحت دوت وتفعل زر الجرس. كفاية كده وقت عشان الفيديو مبقاش طويل. هنجيب زي ما وعدتكم في أول الفيديو ملخص اللي بيحصل، ناخد الجوائز، معانا ذهب كويس، ناخد برضه ديت، اوكي، ملخص يا صديقي اللي بيحصل في سلسلة اتعلم صح مع نيفر جيف اب، ازاي تكبر كبيره شويه من الصفر، انا بادئ الاكونت من الصفر خالص معاك، ما بلعبش عليك غير ساعه الفيديو كنت بس. اول حاجه هنجيب ذهب ازاي؟ اول حاجه طريقه رفع الاكونت، اي حاجه هتجي لك لحد الساعه 11 اي حاجه هتظهر لك ان انت ترفع مستواها هترفع. الهدف من الموضوع ده ايه؟ ان انت هترفع الكروت كلها على الليفل 10، ولازم الكروت اللي هتفتح لك دي كلها هترفعها ليفل 11، الكروت كلها. بعد ما نبدا نرفع ليفل 11 هنبدا نخش في المرحله الثانيه اللي هي هنجيب الخطط كلها ونبدا تبدا حضرتك هتجهز على خطه تكون قريبه ليك. قريبه ليك يعني ايه؟ يعني قريبه ليا مش هحبها. هقول لحضرتك كل واحد دي شخصيه في اللعب، وشخصيه تانيه، انا بحب الدفاع واخلص الجيم في اخر دقيقه، انت بتحب الهجوم واجريسف، خد الخطه اللي قريبه منك اللي انت ما تحسش وانت بتلعب ان انت متضايق. يعني انت بتحب تدافع وتخلص دي تمام، انت بتحب تهاجم وتخلص وتجيب التلات كؤوس دي ليها خطط. الخطط اللي هنبدا نجمعها لما نوصل ان شاء الله باذن الله بالكوب كلها ليفل 10 او 11، فانت كل المطلوب منك في المرحله الاولانيه ان انت اي حاجه تجي لك ارفع المستوى بتاعها وتجمع ذهبك، اي حاجه تيجي ارفع ارفع على طول. تمام؟ وهتبدا تبني خطه على حسب الكروت بتاعتك عامله ازاي. الخطه ديت لازم يكون فيها مبنى دفاعي، تعويذه، دفاع جوي، دفاع ارضي، وكارت التخليص. يعني ايه كارت التخليص؟ كارت التخليص دوت اللي هو بيمسك البرج، هو ملوش اي علاقه باللعب غير ان هو قادر ان هو يجيب لك ضرر كبير قوي على البرج. والكارت ده غالبا في الطريقه اللي انا بقولها ديت هي واحده من الاستراتيجيات. حاول برضه ما تبعدش عن السايكل بتاعك، الاكسير يبقى ثلاثه ماكسيموم في المرحله دي اربعه، انت معاك من ثلاثه لواحد لحد اربعه انت تمام. مش هقول لك العب بالخطه دي، بس الخطه ديت الاساسيات فالكري بطاقه قويه جدا، الماكريز الفارسه، البيبي دراجون، الباميل الغيلان، السكيلتون الاسهم، كل دي كل دول اساسيين، حاجات اساسيه في الخطط اللي جايه بعد كده. تمام؟
مش عايز اطول عليك اكتر من كده، هو اعرف خصمك بيلعب ايه، احفظ بطاقات الخصم، احفظ التكنيكال بتاعه، اكسب عليه مستر اكسير، قسم الجيم بتاعك. اول دقيقه هتلعب ازاي، تاني دقيقه هتلعب ازاي، اخر دقيقه الاكسير هيبقى في اتنين هتلعب ازاي. كل دوت لازم تبقى انت مقسمه اللعبه عامله زي الشطرنج، لازم تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه، مش بتلعب وخلاص. ولو وصلت في الفيديو لحد هنا دوس لايك وسبسكرايب، ومبروك تاني مره لي وصلنا ل 100 مشترك، دعمكم ليا خليني اطور المحتوى، هستمر فيه، هستمر دعمني بلايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Good video, very good. I do hope the Blue King loses in this next one, though. Subscribe.